الزمالك لو نتكلم على البطولة، تمام. أداؤه عامل إزاي؟ هو في مرحلة إحلال وتجديد، كنت تتوقع أداء أفضل من كده ولا شايف ما قدم مرضي جدا؟ لا، انا شايف ان هو ما قدم الزمالك مرضي جدا. ده بالنسبة للفترة اللي هما بيمروا بيها، عملوا احلال وتجديد في مراكز كتيرة، ومعدل الاعمار دلوقتي لما نيجي نتكلم فيه نستثني الاحمر وكريم، لكن كل الاعمار دلوقتي احنا بنتكلم من 2000 لغاية 2004. بتتكلم في الخبرات او جيل الوسط، بكار، بتتكلم في اكرم، في احمد حسام، يعني كل دول يعتبر يعني خبرات. يعني بص، دول خبرات طبعا. لا، طبعا انا جبت بس الاثنين الايكونز اللي في ايوه الفرقه، ايوه مش بقلل من التانيين برضو، يعني ليهم كل الاحترام وحبايبي يعني، اكيد. بس انا جبت الاثنين الايكونز بتوع الزمالك، يعني اكبر اثنين في الفرقه. ايوه لكن هو الزمالك بيمر بفتره، وخلينا نبص بصراحه يا ايمن، الهاندبول او الرياضه اهلي وزمالك. طول ما الاهلي والزمالك جامدين، طول ما الرياضه سواء بقى كوره سواء هاندبول سواء هتبقى فيها باسكت بول، ندية، هتبقى ممتعة، هتجذب تشيل المشاهدة يعني. الزمالك الاهلي مش هينفع، يعني مش هيبقى ليه طعم الحاجه ولا هيبقى فيه صح كواليتي صح في الدوري. شيل الاهلي نفس الكلام.